الكلى هي من بين أبرز الأعضاء اللي كاينين في جسم الإنسان، فالشكل ديالها كيشبه تقريبا لحبة الفاصوليا. والكليتين بجوج كيتواجدوا في الجانب ديال العمود الفقري، من الجانب الأيسر والجانب الأيمن. كل كلية فيها وحدة ترشيح اللي كيتم فيها ترشيح ديال السوائل والدم. كل كلية فيها تقريبا ما يقدر ب 1.3 مليون نيفرون، أو ممكن نسميوها الوحدة الأنبوبية الكلوية. الكليتين ديال الإنسان عندهم واحد الدور مهم جدا، بحيث أنهم تصفوا الدم 400 مرة في اليوم، والكليتين تشتغلوا 24 ساعة على 24 ساعة بدون توقف، باش أنهم ينقوا الجسم ديالنا من كافة السموم والمواد السامة، إذا نجوا عن طريق عملية الهضم. وما ننسوش كذلك بلي الكلية ديالنا تلعب واحد الدور في تخزين الماء، بحيث أنه إلا شربنا كمية كبيرة من المياه، الكليتين ديالنا تحتفظوا بواحد الكمية وتتخلصوا من الكمية الزائدة، باش أنه يبقى واحد التوازن، واحد الإكليبر ديال الماء والأملاح المعدنية مستقر في الدات ديالنا. وكذلك الكليتين تدخلوا باش يخليوا الضغط الدموي لوطونسيون ديالنا مستقر. والكليتين منساوش كذلك تيخدموا باش يخليوا الحموضة ديال الجسم فواحد القيمة مستقرة اللي تتراوح بين 7.38 و7.42. ومن أهم الأدوار اللي تتلعبها الكليتين في الجسم ديال الإنسان، وهنا فين كتبان القوة ديالها حضور، وهو تيلعبوا على السبيت سي أدوفنس كالسيوم في العظام، كذلك تدخلوا بصفة غير مباشرة في إنتاج الكريات الحمراء لجلوبين روج. فما هي الأعراض التي تصاحب مرض الكلية؟ فالإنسان يشعر واحد الصداع والألم على مستوى الرأس، كذلك الإرهاق والتعب الشديد، ثم الشحوم في البشرة والشعور بالحرق أثناء التبول، الإصابة بالحرارة المفاجئة، والشعور بالغثيان، والأهم أعراض هو الألم في مستوى البطن وخاصة الجانبين. إذن فما هي الأمراض التي قد تصيب كلية الإنسان؟ العديد من الأشخاص قد تصاب بمرض الكلى. من بين هذه الأمراض يذكر الأمراض الأكثر شيوعاً وانتشاراً: التهاب الكلي، الفشل الكلوي، سرطان الكلي، والقصور الكلوي. طرق الوقاية من أمراض الكلى: لتفادي هذه الأمراض يجب الحرص على شرب كمية كبيرة من الماء الذي يساعد الجسم على التخلص من الماء على الأقل 2 لترات في النهار، وتقليل كمية الملح في الطعام بسبب ترسبه في الكليتين، فالحرص على الفحص المبكر وعدم أخذ أي أدوية سواء لميديكامون أو ليزانتوبيوتيك دون استشارة طبية. وفي الأخير كنشكر جميع متتبعي قناة إتوديوم بيولوجي، نتمنى نتلقاو في فيديو جديد إن شاء الله.